وعندك مسافر ليبيا، وبعدين اللي عمالين يتكلموا عن ماتش ليبيا الجزائر، مش ده برضه الفريق اللي انتوا قعدتوا تقولوا كل الاعلام فريق جامد، ثلاثة دوري ورا بعض، تسعة منهم في منتخب المحليين، ده كله حصل فريق جامد ده. طب لما هو بقى يجيب 1-0 تاني، يجيب 1-0 بضرب الجزاء مش صحيحة، وانا في نفس الوقت ليه ضرب الجزاء صحيحة ما تحسبش، وده المتقول احنا وراكم، هو فريق الزمالك اتغلب بجوان ولا ضرب جزاء؟ مش ضرب جزاء مش صحيحة، فبدل ما يقف ورا الولاد ويقول لهم لا وتعوضوا ولسه خمس متوشة وربنا يوفقكم، لا شتيمة وقلة أدب، وأمير هو مش عايز يرجع، قال لا مش هرجع، أنا مش تمشي. هتشوف فيديو هينزل دلوقتي على السوشيال ميديا. حتى حضرتك هتطلع فيديو مش عايز. كابتن أسامة نبيه يا سيادة المستشار، كان في كلام إن هو يقدم استقالة. كابتن أسامة نبيه شبه ذبحة صدرية. ألف سلام عليكم. يا عم خمس دقايق خلينا يا عم. طب رد فعل، رد حضرتك ايه على دفاع الاتحاد النهارده لما قدم؟ احنا فضيحه يا جماعه. سيادي احنا ده فضيحه. انا عايز احنا شفنا مفيش قرار يعني، هو يا بلطجه يعني من الدماغ كده. مين بقى اللي عمل ده؟ ما اعرفش. الجلسه اللي فاتت اتاجلت النهارده للقرار، والنهارده مفيش قرار. قال له مفيش قرار. عرفتوا بقى احنا في فيلم هزلي اللي بيدفع الثمن عشان بقى الولاد اللي بتشتري. انا بقى اديكم شفتوا النهارده سيادتك دايما بتحذر من اللي بيحصل. لا احنا طالعين لايف مباشر. نمشي. حضرتك بتحذر دايما من الكارثه اللي هتحصل لو لم يتم قيد الثلاثي. اتفضل معانا. حضرتك يا رئيس الاتحاد الكوري. ثانيه واحده. سؤال سؤال يا رسالة حضرتك لاتحاد الكورة. شكرا على كل الدعم. احنا طالعين هوا يا غالي. شكرا على كل اللي اتفضل معانا. تعرفوا بينا الزمالك. شايف اللي بيتعند واضح. يا ابني الجلسة اللي فاتت قال في قرار بيبقى. الجلسة دي عليه. واحنا كنا حاسبين. مفيش قرار. هنحسم اللي. وشكله كان قدام المحكمة ايه قد كده ولا شفتوش. خلاص. ما انا بقول عشان كده ساعات حضرتك رد رد ردك عليهم في يعني رد عليهم. في فرق بين الهزار واللعب بالنار. اللي حصل ده لعب بالنار، لان نادي الزمالك مش ملكي. انا ممكن امشي النهارده امشي بكره، نادي الزمالك ده ملك الملايين من جمهوره الحقيقي. ده حقيقي. مش العيال متاجره عشان تشتم وتقلع بابها. ان شاء الله خير. تعالوا 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 يا ابني. يلا يا استاذ لو كمل معانا الشرطه. يلا يا استاذ لو سمحت. يا استاذ يا استاذ بعد اذنك. هو استاذ المستشار قصدي تنخلينا استاذ مرتضى بعد اذنك. خمس دقايق خلوهم يصورونا يا باشا بعد اذنك. تعالى يا ابني كده. تعالى يا استاذ كده. تعالى يا ابني. يلا يا استاذ لو سمحت. يلا يا ريس. يلا يا استاذ.